هلو هلو، أهلا بكم في جزء 3 من سلسلة مصاصي الدماء في The Sims 4. ياب ياب ياب، غيرت البيت تبع ليلى، لأنه البيت اللي قبلي صراحة ما كانش حلو أبدا، تبع EA It's just so bad. So جبت البيت ده من الجاليري obviously، مش أنا اللي عملته يعني for sure. Yeah it looks so creepy. هديكوا جولة كده في سريعة. So ده المدخل، just المدخل نفسه كده لوحده أساسا يخوف. So مدخل طويل ورفيع و just oh my god so good. لما تدخلوا من هان آخر غرفة ده هنا الجيم، وبعدين الجيم بيطل على بناء المنطقة اللي في النص فيها قبور. So creepy. If we go back وبعدين تطلع من هنا زي الباك بورش، فيها زي بس الترابيزة دي، بس أنا ضفت اللي هي النبتة بتاعتها اللي أخذتها. وبعدين لما نرجع تاني في الهولوي الطويل العجيب دوت، وتدخلوا من الباب ده تلاقوا هنا زي أوفيس، والأوفيس فيه اتنين كوفنز. I think إنها المفروض إن هي غرفة نوم، يعني مش أوفيس. Yeah I'm pretty sure إنها غرفة نوم، ومعاها أنسويت و you know closet بلا بلا بلا، حاجات عادية جدا طبيعية. And then لو دخلنا من الباب دوت هندخل بقى على اللي هو زي المكان الرئيسي من البيت. سو هنا غرفة الطعام، فينا الكيتشن. الكيتشن ما فيهوش ستوف لأنه basically الفامبيرز ما بيكلوش ما بيطبخوش، يعني بيشربوا بلازما وخلاص. ولو عدينا من هنا من تحت السلالم كده زي الليفينج روم right here، big تي في، والأجواء كلها very creepy، بيانو طبعا. وبعدين لو طلعنا فوق هنلاقي نفسنا في الماستر بيدروم أو ماستر سويت، two coffins بدل السرير بدل الدبل بيد، two coffins جنب بعض. so funny، خيوط عنكبوت في كل مكان. هنا مراية، wait في هنا حاجة؟ no. so من هنا بندخل على الانسويت تبع الماستر بيدروم، just you know حمام نظيف تمام، مفيهوش اي حاجات غريبة ولا اي حاجات مريبة. and that's it. oh my god التور دي لوحدها عملت لي دوخة. yeah بس ده البيت صراحة حبيت انه هو يعني اوكي مش حلو، بس لانه مش حلو هو perfect لليلة، لانه so creepy just so good. وحبيت صراحة انه you know الفروع الميتة اللي حطينها على الجدران في كل مكان مديها جو 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 مرة حلو. but الفكرة بقى دلوقتي احتياجاتها تمام، مش محتاجة حاجة، I mean محتاجة شوية هايجين. so يبي خليها تروح تاخد شاور. wait هي الحمامات في المكان ده كانت فين؟ yeah في حمام هنا. so come just take a shower. قعدت ادور على ماز على اساس الفامبيرز يقتلوا. oh my god صورة فلاد، oh no ما خدتش بالي انه في هنا فلاد واقف. oh my god okay nice. اعتقد انه هو كان معمول البيت ده على اساس انه هو يبقى الفلاد، حتى حجمه معمول انه هو للوت اكبر من كده، بس اضطريت اني اقص كتير من الفرونت يارد وكده. but it's fine، المهم انه بيت وخلاص و very creepy. but قعدت ادور على mods عشان اخلي الفامبيرز يقتلوا السيمز العاديين، واخلي الفامبيرز برضو يقتلوا الفامبيرز التانيين، ولا mod اشتغل معايا. فواضح ان الكوميونيتي مش مهتمين خالص بالفامبيرز. oh my god I did not know انهم بيتحركوا. oh gross اتخضيت. اتخضيت لما شفتهم بينزلوا. anyways ما فيش ولا ماد شغال معايا، كل المادز out of date مش شغالين. ف you know هضطر اني improvise، ادور على طرق تانية احاول بيها اقتل الفامبيرز. الطريقة اللي كنت بفكر فيها، لانه ممكن بكل سهولة MC command center اروح اقتلهم، بس ما كنتش عاوزة اقتلهم كده. but I know قعدت اقرأ كده شوية انه في كم طريقة، بس هيحتاجوا شغل شوية الموضوع. But we'll see how it goes. دلوقتي الساعة 10 بالليل، so maybe هنعمل club gathering تاني على أساس you know تزيد الليفل تبعها، لأنه كل ما تكلمت you know عشان كمان يشوف البيت الجديد تبعها. كل ما تكلمت أكثر مع الفامبيرز وتطلب منهم training وكده، كل ما تزيد الranking تبعها. أنا عاوزاها تعلى سريعا سريعا. كمان حاسة أن أنا مهملة قوي قصة أنه هو oh my god قصة أن هي تشتغل على. أنت ليه بتشربي بلازما دلوقتي وأنت مش ترسي أساسا؟ stupid. maybe هخليها تطلب منه تدريب. ياب تعالى دربني بالله. ياب بقول لكم حاسه ان انا مهمله قوي قصه الشهره وكده، مش بشتغل على الشهره معاها خالص، بس I don't know متحمسه اني استكشف حاجات الفامبايرز اكتر. وخصوصا اني اشتغلت على الشهره يعني قريب، مش من بعيد قوي، مع اميره في سلسله سوبر سيم وكده. سو حاسه انه هو ليه مش راضي يدربها بالله. stop chatting. طيب خلينا نطلب من فلاد to wait. wait ليه؟ ليه wait؟ اه شكله دربها من شويه، بس انا مش واخده بالي. انت بتحاول تعمل ايه بابا؟ بتحاول تعمل ايه؟ I swear الفامبيرز متخلفين. You think لو قتلت فلاد ايه اللي هيحصل؟ لو سبار. هو راح فين فلاد؟ Oh my god البيت. اوف شو
توي تطلع وتنزل. مش عارفه ليه صراحه اختاروا ان هم يخلوا المدخل ليفينج روم مره ضيق زي كده، ليه ما وسعوش درجه من هنا. بات وات ايفر. او هتروح تتحارب مع يس يس بليز. طبعا اي دونت ثينك بالمره ان هي تنتصر عليه لانه يا الرانك بتاعه اعلى. او ماي جاد فلاد بقالي كتير ما شفتوش بالفامباير فورم تبعه. او ماي جاد كل شوية عمالة تشرب بلازما. What the frick is wrong with you? Stop it. خلصت كل البلازما اللي معاها بسبب العباطة اللي هي فيها. And برضو بدي تشرب باك كمان. وكده خلصت كل الباكس اللي معانا. So stupid. وإيش بكم كلكم متجمعين هان؟ تقدر دلوقتي تطلب ترينج؟ يس 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 بليز دربني عشان أزيد الرانك وأقتلك. طبعا لو عملت أي فامباير ثينج بيزيد برضو الرانك بتاعها، بيزيد النقاط بتاعتها، بس هي خلاص تعبت دلوقتي. So maybe 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 خلاص هت end الجاذرينج. يب كلكم روحوا بيتكم خلاص مش محتاجاكم، وخليها تروح تنام. I don't think إني خليها تستخدم الغرفة اللي فوق. تعالي sleep بدل ما أقعد أطلع وأنزل. You know أطلع فوق وأنزل تحت. جس بما انه في هنا غرفة perfectly fine غرفة، شو تستخدم الغرفة اللي تحت وخلاص. why not right right. كمان الحاجة الغبية اللي حصلت في الموضوع، لو فتحت الماب عمل له update دلوقتي لانه من شوية حطيت البيت ده بس لسه في الماب view حطت لي البيت القديم، كان glitch كده غريب. but it's fine دلوقتي تصلح. عاوزاها تعلى جامد قوي في خلاص نامت. يا لا لسه ايش مالك انت. go hibernate. تقريبا hibernate احسن من sleep لانه مش بتقوم لما اقول لها انا بنفسي قومي اصحي. يعني في هنا حاجات بتخليهم الحاجات اللي هتساعدني اني اقتلهم you know اللي هما manipulate life spirit ان هو تسرق life كانت تسرق روح السيمز التانيين. انه اعتقد ده هيساعدني اني اقتل السيمز برضو. ده برضو بيساعد على اضعاف السيمز التانيين ان هو يقلل قوي النيز تاعتهم سو يخليهم جعانين قوي او تعبانين قوي او you know عايزين يروح الحمام قوي. hunger energy bladder hygiene of a chosen target. okay make a nearby sims feel a specific emotion. اعتقد I don't know. حسب ما قرأت انه الناس بيستخدموا طرق تانية انه هو مثلا بيخلوا مش عارفة بتستخدم على الفامبايرز برضو ولا بس السيمز العاديين، انه هم مثلا يخلوهم very angry وبعدين يستمروا يعملوا لهم actions تخليهم angry اكتر فبالتالي يموتوا من الغضب مثلا حاجة زي كده. اعتقد دي طريقة كويسة انه اقتل بيها الفامبايرز التانيين، لانه الماد الصراحة كان في ماد عجبني قوي كان نفسي يشتغل انه هو لما نعمل سبار actually مش سبار تحديدا لأن انه السبار اللي هو يعتبر friendly interaction. خليني اخليها مثلا to practice البتاع ده اي حاجة او maybe wait عاوز اخليها تزيد حاجة تستخدم حاجة تزيد الفيم الجيتار maybe no لازم تبقى in public عشان الفيم يزيد I think. وكمان بالنسبة للكارير تبعتها قررت انه مش بالضروري اديها كارير عشان ما ضيعش وقت، لانه لو اشتغلت في كارير هتروح اغلب الوقت. خليها تيجي تعمل practice وخلاص مش لازم فيم. أو هي مش قادرة توصل للبيانو ولا إيه؟ go here طيب hello طب go here وإيه اللي بيحصل؟ تصحي please go here طيب fly here. إذا بعد مش عارفة تقوم من الكوفن I think عشان الترابيزة دي ممكن اتحبست جوا. oh my god ليلى what happened to you؟ شكلها اتحبست جوا. go here now برضو مش عارفة تتحرك seriously okay. That's so funny. You know what? One coffin بيكفي. حط ده في الانفنتوري. Yeah, just one بيكفي. Okay, that's so stupid. تعالي practice piano. Yeah, خلونا نتخيل ان هي you know مش لازم تشتغل في الميوزيك كارير بس انه بتكتب songs وتبيعهم. اعتقد في اللي هي what was it؟ لما بتعلى في السكيل في مثلا في البيانو او في الجيتار ولا كده بتتفتح لها امكانية انها تكتب ميوزيك وتبيعها بالانسترومنت ديت. So اعتقد انه خليها تعمل كده احسن ما تروح كارير وتضيع وقت انه هي you know هتقعد جزء كبير من اليوم برا البيت. واساسا انا عملت لها تشيت وزودت لها ماني كتير so I don't care صراحة بالكارير. خليها تركز اكتر على الفيم وعلى طبعا حاجات الفامبيرز وكده. عاوزاها تزيد قوي في ال oh my god صحيح كنت بتكلم لو في فامبير مثلا عندها العلاقة بتاعته مش كويسة سو اعداء بيتفتح لها غير اللي هو سبار لانه الفامبير سبار يعتبر friendly interaction. في واحد
واحد بيتفتح فيلمين اللي هو فامبيريك دول ان هي تحاربوا عن جد مش سبار كده تمرين وخلاص. كان في ماد بقى انه هي لو انتصرت عليه في الفامبيريك دول دوت الفامبير التاني بيموت لو هي اللي انتصرت، ولو هو اللي انتصر عليها هي ما بتموتش بتضل عايشة عادي. سو الماد ده كان صراحة نفسي قوي يشتغل لان فكرته مرة حلوة، بس للأسف ما اشتغلش. انا شكلي هي سيمز 4 معمولة بايثون اي ثينك، او المادز اللي بيعملوها بايثون، شكلي هتعلم بايثون بس عشان اعمل المادز اللي انا عاوز اعملهم، لانه عن جد نفسي قوي المادة يشتغل. But it's fine it's fine. هنستكشف انت مين اساسا عشان تتصل. What do you mean؟ هستكشف طرق تانية اقتل بيها الفامبيرز، بس طبعا كله يعتمد على انه you know تزيد في الرانكينج. كمان معاها هنا 4 points ممكن تعمل بيهم ايه؟ انا كنت عاوز اخد دي صحيح، اللي هو gain the power to turn other sims into vampires. سو انها تحول السيمز العاديين لفامبيرز، كنت عاوزاها تاخد دي صحيح. ازاي تعملها؟ that is equations. wait في حد هنا؟ wait a minute who is you child؟ seriously child هنا في العالم ده لوحده بيعمل ايه يعني؟ ليه في child هنا؟ maybe I'll start gathering تاني. yeah I'll start gathering تاني عشان you know تزيد الranking تبعها بشكل أسرع، وmaybe هيعملوا gathering هنا في الساحة. so go here together please. what do you want from me؟ okay you are progressing well. each night you gain experience as a vampire increasing your rank and unlocking more powers. researching vampire lore or training with a powerful vampire are also good ways to get experience. ممكن برضو اخد النقاط عن طريق اني اعمل research الفامبير دور. okay interesting. okay some increase the rank through fighting other vampire or drinking deeply from mortals but that's not my style. okay طيب so لو عمل drink deeply. صحيح كان في مود تاني انه بيفتح interaction جديد على السيمز انه drink، لانه السيمز العاديين ممكن اختار انه drink مش فاكرة ايه الinteraction كان بالضبط، بس انها تدرينك منه انها تمص دمه بكمية قليلة او تمص دمه بكمية كبيرة. كان في مود بيفتح interaction تالت انها تمص دمه uncontrollably يعني بغير وعي من غير control، تخلص دمه كله فيموت. ودي برضو كنت حسيتها طريقة حلوة ان هي تقتل السيمز اللي كنت عاوزها تبقى شريرة مش عارفة ليه صراحة في سيمز 4 مش عاملين يعني ضافوا الفامبيرز. طب ضيفوا طرق ان احنا نقتل الاذر فامبيرز، وضيفوا طرق ان احنا نقتل السيمز العاديين، يبقى في فايدة من الفامبيرز في الحياة مش كده وخلاص. just oh my god. اوكي هخليها تعمل اي انتراكشن فيه الفامبير thing عشان تزيد النقاط. السبار برضو بيزيد النقاط بطريقة كويسة. ياس هي اللي بتتصل عليه ان هي اعلى منه في الرنك. اخليها تحاول تسبار فلاد تاني، ميبي هتقدر عليه. عمين ده كله عمال تزيد في الرنك، سو هي وصلت دلوقتي النص right؟ وكمان عمالين يزيدوا النقاط الكلب. سو ميبي wait let me see. اخذوا حاجة تخليهم ممكن ازيد الكلب سايز دلوقتي. good محتاجة كمان 500 نقطة عشان ازيد كلب سايز كمان شخص، بس هي ما تعرفش اساسا vampires ثانيين. so it's fine so far. it's fine. you think دلوقتي لو لعبت جيتار هنا هتزيد الفيم؟ oh interesting. طب ازاي تزيد الفيم يعني مش فاهم. كمان لو ضغطت على السم نفسها لو هي vampire بيطلع فيه هنا منيو للvampires، ممكن تعمل dark meditation. والdark meditation بيستخدم نقاط يعني بيزيد الرانك بتاعها. I would imagine هو بيزيد الرانك يعني بيزيد النقاط بتاعها، في نفس الوقت بيزيد الانرجي بتاعها. so that's good. بنضرب عصفورين بحجر. وكمان بتزيد نقاط في الكلب لانها بتستعمل الvampire energy. show dark form بيخليها تبين شكلها التاني. speaking of شكلها I love انه كذا حد في الكومنتس عمال يقول لي خليها تغير لبسها، خليها تلبس لبس انيق. انا ملايك هالو اي ثينك انه ده انيق. اي نو والله اني مش بفهم في الفاشن ابدا. بس اتس فاين. مش كان المفروض لما بتلعب بيانو مش بيانو لما بتلعب جيتار ان بابليك بيزيد الفيم؟ ام كونفيوزد. بلس فيم دلوقتي ظهر. اوكي ذاتس جود. المشكله دلوقتي اركز على الفيم ولا اركز على الفامباير لاني عاوزاها تبدا تقتل الناس. اعتقد اني هاجي في يوم
اوف كاميرا واخليها تشتغل على الفيم اكتر واكتر, but for now خليها to request training كمان, لانه لو اخذنا الرانك اللي فوقيه هقدر اخذ اللي هو manipulate life spirit, وام اكسايتد صراحه اشوف ايه اللي ممكن تعمل بيه. كمان عاوزه اشوف انه ازاي تحول السيمز لتحولهم لفامبايرز. ليه ما فيش سيمز هنا؟ او ماي جاد وات ذا فريك. اي ثينك اني هلغي يا هلغي اللوتريت تبعت اللوتريت كلهم راحوا اوريدي عشان غيرت البيت. ريت اوكي هخليها ريجستر فامباير لاير عشان تاخذ مساعدات في الميل, تاخذ بلازما باكس اند وات نوت, واخليه جريت اكوستكس عشان يساعدها في حاجات الميوزك, بس مش هديها اللي هو الفامباير نيكسس, لانه فامباير نيكسس بيخلي اغلب السيمز اللي بيجوا يزوروا المكان يبقوا فامبايرز, وانا مش عاوزه فامبايرز كتير, عاوزه يو نو ريجولر سيمز عشان هي تحولهم لفامبايرز وتصنع الجيش تبعها كمان عشان تمص دمهم ان وات نوت. يا ذس ا جود ايديا. يس ليلى يس كلهم واقفين لانه الكلاب من يعني بيشجعهم انهم يستخدموا قواهم وكده, سو كلهم قاعدين طول الوقت كل شويه تلاقوا واحد كل تخلف عمال يستخدم الباورز بتاعته, شكلهم مره مضحك. يا الدارك مديتيشن ما نقدرش نستخدمها مرتين ورا بعض, لازم يكون في فتره كافيه بينهم, زي مثلا انه ما نقدرش ريكويست تريننج الا بعدها بفتره. اوه ميبي اعمل له كوماند, ويت ا مينيت, فامباير كوماند ورك اوت سيت ريبير. يس كوماند ريبير, تعال صلح الحاجات الخربانه في البيت لو سمحت. يا صاير عليه الشيء ده, اعتقد ده معناه انه هو دلوقتي محطوط تحت تحت سيطرتها او حاجه. طب دلوقتي ممكن مثلا اكليك على حاجه واخليه ريبير, وفي حاجه اساسا خربانه في البيت. I don't know. Yeah, I don't know صراحه, لو في حاجه خربانه هيروح اوتوماتيكلي هو يصلحها. I don't know. So, ممكن اخرب حاجه on purpose, ممكن اخليه dirty بس ما اقدرش اكسره. Interesting. Any freaking ways. You know what, خلينا نشتغل شويه على الفيم. So practice هنا ما بيزيدش الفيم. Sing song campfire, ده هنا ما بيزيدش الفيم. Play song, دول بس اللي بيزيدوا الفيم. Okay, lost my burger. I mean, sure, you lost it لأنك vampire أساساً متكليش burger. Oh god. Yeah, I love المنطقة دي دلوقتي كده فيها كل الأصوات اللي في الحياة. Are you done? خلاص قررت إنه that's it. لا وكمان رمي الجيتار في الأرض. Yeah, she's thirsty now. المشكلة ما فيش humans أو sims عاديين هنا في المنطقة ردين يجو anymore. لما أكون مش عاوزاهم ألاقيهم عمالين يتمشوا في كل مكان. ودلوقتي وأنا بدور على واحد بس عشان تمص دمه. You know, مش حاجة too much يعني. مجرد هتمسلم. Wait a minute. There's someone right here. هاني تعالي. Fly here as a bat. بسرعة قبل ما يمشي. أوه كان المفروض أخليها تفلاي في مكان بعيد شوية. Wait. Stop. رايحة تجري من الناحية التانية. Seriously. تعالي. Ooh. Turn into vampire. A turn into vampire ولا a drink. خلينا ندرينك منه الأول وبعدين أشوف إزاي ممكن أحوله. Yes baby. طبعا هيغمى عليك. وبعدين هتضحك بجنون دلوقتي. So good. So freaking good. I love كمان الطريقة اللي بيقعوا فيها في الأرض. So funny. ما قدرش أترن وهو لسه مشروب منه. Okay. خلينا نعمل له command to sit. ما عملتلوش حاجة. هرب منها قبل ما تقدر تعمل له حاجة. No. هيو. لا ده ماركوس. Hi Marcus. Hello. Turn into vampire. Yes, please. Oh my god. دخلي ماركوس هو صاحبنا. Oh my god. That's so funny. أي. أقف هنا. What do you mean رايح تمشي وفي child كمان في الموضوع؟ Run for your life. yes please. Yes. الانرجي بتاعتها مرة قلت. صار vampire دلوقتي؟ بتشرب منه الأول بعدين بتشربه دمها. What funny introduction. Wait a minute, is he... بعد few days هيبقى vampire. طب تعالي بالله, دلوقتي في علاقة بينهم؟ Yeah, هي موجود عندها, بس طبعاً أعداء. funny, that's so funny. ممكن لسه تشرب منه لأنه لسه ما تحولش fully لvampire. Yeah, لساته ما تفتح لهاش لسه, actually ما تحولش لvampire. هيتحول in a few days. That's fun, that's really fun. الساعة 7 الصبح دلوقتي. You know what, هألغي هنهي يعني الgathering وخليها تروح تستجمع قواها تاني. This is fun. تعالي hibernate.
أو you know what قبل ما تروح هيبرنيتي عشان برضو نستخدم الpowers ونزيد الranking وكده come fly here as a bat وبعدين هيبرنيت. بس مش ناويين تطلعوا انتم البيت مثلا يعني خلاص الكلاب جاذرينج انتهى ليه ما فيش you know what ازاي كنا بنطرد yeah make him leave okay go away leave me alone عاوزة اهايبرنيت عاوزة استجمع قواتي تاني so فضلها الربع وتوصل للرانك اللي بعديه that's good تحتاج هايجين والانرجي اوكي الانرجي اكتملت that's good احنا في نص اليوم دلوقتي بس طبعا العالم ده الشمس ما بتطلعش فيه فولي فاعتقد عادي تطلع برا بالنهار مش هتتحرق ولا اي حاجة oh I love I love ان الميل باكس مرمي كده على الجنب نسيت احطه في مكان عدل it's fine it's fine everything is fine but yeah غالبا اوقف الفيديو كده النهاردة وان شاء الله يكون عجبكم لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب and all that واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله bye